لك المقهورين بمعتقل رواند ما بيكذبه. نرجس خبرتني انك اعترفت لهالمستبد بحبي وانك جاي لعندي هلا انت وعم بتقول ابتديت دلوقتي بس احب عمري. الحل هو اني اتركه واخلص يا ماما. الف مره قلت لك لا يا هبله. ما بقدر اوصف لك عواطف زملائي يا ماما وخصوصي نرجس. يعني لو عندي اخت ما بتحبني مثلها؟ رح افضل حبك حتى طيرك من الفرقه. من غير سين وجيم امشي قدامي وكأنه الامر عسكري. واحد اثنين. مساء الخير. اهلا بكم سيداتي سادتي. الورد والروان والعنبر والنرجس والياسمين وغيرها من عناوين الزهور هي اسماء اسرة مسرح النجوم ما عدا لولو وحماتي زوها. وكما يكشف المبضع هوية الجراح وليل الرعب سلوك الجندي وملعب الرياضة اخلاق اللاعب وكرم العطاء جنسية السائح فكذلك الزهرة تكشف حضارة مهديها. بهذه الكلمات يستهل أحد أدباء العرب الكبار كتابه عن الأزهر ويضيف قائلا إن محبتي للزهور تعود إلى جذور راسخة في الشرق وأمنيتنا نحن أن نختصر الشرق والغرب في لغة الزهور. فالأزهار وإن اختلفت في أسمائها وألوانها وعبيرها فهي موحدة في غاية وجودها ولغتها. فالفرح غاية وجودها ووحدة لغتها وهي في تعاملها مع الإنسان تشبه الغاية من وجود الفن ولغته وهي لغة التفاؤل والسعادة والمحبة والحب. فبهذه الكلمات أحبائي ندعوكم إلى سهرة ممتعة مفعمة بعبير الزهر والأمل بعد يوم حافل بخير النشاط والعمل. فتعالوا لنسهر في جو منعش جميل ونبدأ عم يعكسني والعمل خوفك علي خوفي على ورد. من حقك تخافي لأنه دايب بغرامك. متأكدة من كلامك؟ بعيني شفته عم يبكي ويعترف لها بحبك. وليش بعدها ملزوقة فيه؟ أمها وراها غبي. شو ناطر ما بتتحرر منها وتخلص بريشك قبل ما حماتك تنت وفريشك. اختصر مسافة وصولك لصف العباقرة عن طريق لولو. لولو ما هلا لولو. كأنه نسخة عن اللي تركته يبكي ندم بكاليفورنيا. بتريد توضع حد نهائي لكل هالمسخرة مع الآنسة لولو؟ أنا شو ذنبي يا بنت الحلال؟ ذنبك إنه ما عندك شخصية. معك أنت بس. وطمعان بثروتها. هيك بتقول أمك؟ بغيت. لا تحكي على أمي لأن لولاها ما كنت تزوجتك. هي كتر خيرها. بالطبع لازم تقول كتر خيرها لأن هي اللي رسمت لي الصورة الحلوة عنك حتى شفتك مثالي من خلال أفكارها. وبعد ما زوجتني صارت تكويني بجمر لسانها ونهيب نارها. ها؟ بعلمي قبلت الهدني وما أحلاكي. إيه على المسرح قدام الناس شي وخلف الكواليس شي تاني. وإذا رح تفضل مهرهر وصرحان فيها أنا بعرف دويك ودويها.
وبين الكلام والكلام الفكر بياخدنا وبيشلحنا عطرقات ومفارق وشوارع وبيترك لنا حرية الاختيار. وفكري أنا أصدقائي ناطرني بشارع النجوم وعم يقلي حتى إلكن سوا سوا يلا سوا نرتاح ونسمع سوا. البدر حسنا والنساء كواكب وشتان ما بين الكواكب والبدر. لقد فضلت على الناس مثلما على ألف شهر فضلت ليلة القدر. والمطلوب معرفة اسم الشاعر. جميل بثينة. صح جميل بثينة. وإلى السؤال الثاني، هل تعلمين بشوق في ضمائرنا لا تنطفي ناره إلا بمرآك؟ لقد هانت علينا المنايا في هواك وما أحلى عذاب الهوى إن كان أرضاك. الشيخ نصيف اليازجي. الشيخ نصيف اليازجي كمان الجواب صحيح. وإلى آخر سؤال في واحة الشعر، تعيش أنت وتبقى، أنا الذي مت حقا، حاشاك يا نور عيني تلقى الذي أنا ألقى، قد كان ما كان مني والله خير وأبقى، ولم أجد بين موتي وبين هجرك فرقا. زهير في شيء قبل بس مش عم بفتكره. قربتي على كل حال. في الصباح الحقيقة هالأبيات من قصيدة للشاعر بهاء الدين زهير. ومن واحة الشعر إلى ملاعب النغم، مسافة وتر وحنين وصدى ذكريات السنين. كلماتها للشاعر بيرم التونسي وألحانها للشيخ زكريا أحمد. وإلى السؤال الثاني، كنت غشوني ما فيكن، وعليلاكي عليلاكي زهر العصبر، ليلاكي مشوش بحلبك ما استاوى، لولا استاوى جبنا عليكي. صح، والحقيقة حاولنا نغشك بالبداية بتبطيء اللحن بس عرفتي بسرعة. آخر سؤال وجواب أحبائي كان طبعا من أعمال الأخوين رحباني، وشكرا للفنانة صباح. رح أختنق صدري، ما عاد يساع وجود روان بالفرقة، لازم ترحل. ورد يرحل معه. بعدك ما فهمت لولو، إذا ترك العمل ورد بترمينا كلنا بالشارع، لهالسبب أنا متمسكة بوجوده. ووجوده أصبح خطر على فرض وجودي على قلب ومسرح لولو، وأنت عم تتلوني بألف وجه. أستاذ عنبر. نرجس، أنا بعرفك واعي لكل حركة، كوني معي حتى ينجح مشروع تطفيشه ويوصل كل واحد منا لهدفه. المهم لولو تكون معك. قل لي ولا تخبيش يا زين، أنستي يجب أن يضاع في المسرح نجاح. يجب. وباستعراض جديد مختلف. يجب. ما رأيك بالكاتب الشهير السنكوحي المفركح؟ سمعت عنه. يا سلام يا سلام يا زهرة في خيال الشعراء والمبدعين، لو تسمع المشهد الأخير من روايته الجديدة اللي بتعض فيه الزوجة زوجها. طيب فاهم مع الأستاذ ورد، وأنا ما عندي مانع يتفركح السنكوحي على مسرحي. بين الموقف الساخر بفعل الكلمة الهادفة أو الحدث الموضوعي الضاحك
وبين الضحك من وعلى الأشخاص لمجرد الإضحاك، اخترنا في مسرح النجوم النهج الأول، آملين أن نلتقي معكم أحبائي في هذا الخيار. حبيبي بحبتش عرشي بقلي ماشي ولا وإن ما خدت عرشي بالبيت بيعمل دوشي أبي بروج بكت. سيداتي آنساتي سادتي، نخاطبكم من إذاعة FM 16 حيث نلتقي المطربة الكبيرة بسبوسة. تشرفنا. ضروري آنسة بسبوسة، قديش عمرك الفني؟ شهر ويوم وليلة ليلة ليلة ليلة. نتمنى لك العمر الطويل. إن شاء الله بتكوني خدمتي الأجيال التالعة. أنسة بسبوسة، شو رأيك بالأسماء التالية؟ سني كوكب الشرق أم كلثوم. الله يرحمه، فضلة كوكب بين الكواكب لتاريخ ظهوري. أنا خطفت الأدواء من الكل. فيروز بتحاول تقلدني، بس أين السورية من السرة؟ أنسة بسبوسة، شو هي أبرز إنجازاتك الفنية؟ ملابسي. نعم. ابتسامتي، غمزة عيوني. وحسناتك التوادو. بالأمس سئل مطرب من زملاء بسبوسة عن رأيه بواحد من أبرز الملحنين في دنيا العرب، فأجاب يرعاه الله وقال بتواضع ملفت: هذا الفنان ربما يكون شيئا إذا قبلت أنا وغنيت من ألحانه. شو هي آخر أغنيك؟ من كلمات وألحان الأستاذ عنبر. نعم. أنا وحبيبي على الرصيف يا لطيف يا لطيف. أنا وحبيبي على الرصيف يا لطيف يا لطيف. المغنى نعمة فنية وثقافة
أنا سلولو، أنا سلولو، أنا تحت أمري. أنت صاحب الأمر وفرح العمر يا وردة الحب الصافي. ماما لا 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 لا، ما في امل منه، ما بيلحق يتنفس عن المسرح حتى يروح يتنفس عندها، وانا مستمره بالعمل غصب عني وعلى حساب كرامتي، فهميني يا ماما. اصمدي يا بنت وتابعي شغلك مهما كان، وانا بين ساعه وساعه جايه في كرامتي. الو اهلي سلولو، احتراماتي. اهلا، استقصاءاتي. الاستاذ عنبر بيسال خاطرك. يكون بيفهم، بس خايف الأستاذ وارد يرفض موضوع السنكوحي. أنا حكيت مع الأستاذ وكان جوابه تحت أمرك يا لولو، والابتسامة على وجهه وسع البحر الأبيض المتوسط، وبعدين لا هو حكي ولا أنا طلع مني حكي. لا 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 اترك العود. لا 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 اتطلع فيي وحكيني، سمعت ولا لا؟ ايه؟ بلغ الاستاذ السنكوحي تحياتي، وانتظروا المستجدات الإيجابية إن لم يتجاوب غريمي الطويل. طوات موضوع الرسالة وقلت لحالي لفيها يا بنت، يمكن لولو على صغر عقلها عم تتصرف غلط. كلام حلو، ابتدينا نحكي جالس. لكن انت اعوج، والظاهر انك صحيح عم تستغل اهدافك المادية على حساب كرامتي انا. مين قال هالحكي؟ ألو، أنا بعرفك أصلاً وفصلاً يا نسناس. تفضل، أمك عم تنسيني بالخير. يا ماما دخلك علي، ما بعرفيني أتخلي أنا أعيش معه. دخل فيني الورد، دخل فيني الورد، أنا معك ولا أي شكل يحسن أيضاً. بقول عنه انه استغلالي وعم يستفيد من تعاطف عواطفي معه. صحيح هالحكي يا استقصاءاتي؟ مش صحيح ابدا، قصده يبعدك عنه ويحتل مطرحه بقلبك والمسرح. اهلا وسهلا استاذ. شكرا. فضل. شكرا استاذ. اهلا وسهلا. صحيح اننا على خلاف منهجي يا استاذ ورد، ولكن هذا لا يعني اطلاقا عدم احترامي لشخصك وفنك. وبما أنني أطمح لمشاهدة تظاهرة جماهيرية أمام شباك التذاكر، نعم، اقترحت على الآنسة لولو السنكوحي المفركة، وهي بدورها اقترحت أن أضعك في الصورة، والصورة الآن أمامك. السنكوحي المفركة؟ نعم، وهو فيلسوف مسرحي شعبي. تصور هالمشهد في روايته الأخيرة. نعم. الزوجة في معركة مع زوجها في المطبخ. حلو. وهي وعم تمسح الأرض، نعم، رفعت وعاء المياه الوسخة، أيوة، وألبسته في رأس زوجها. حلو. ثم راحت تعضه في يده عضا متلاحقا وهو يرقص من الألم المضحك المبكي. أيوة. والجمهور يضحك يضحك ويضحك. يا سلام يا أستاذ، هذا ما يريده الجمهور. أستاذ، أي جمهور؟ وعلى قد الشوق اللي في عيوني يا جميل، سلم سلم. والشوق أعزائي لجمال النغم عم بيسأل عن الأصوات الواعدة في شارع النجوم. فإلى شارع اللي بلاني يا زهر غلل بدلاني، ما يهمكش كلام عجبالي، عايز نعرف رأيك. إلى لغة الطيور في صور ومعاني واستجواب سريع مع السيدة صباح وغرفة المراقبة. السؤال الأول، صوت البلبل. صح، صوت البلبل.
السؤال الثاني. ولو صوت الحمام. صح، صوت الحمام. وإلى السؤال الثالث. يلا. صوت الكنار. صح، صوت الكنار. وإلى السؤال الرابع في لغة الطيور. أخ، أيامك صارت معدودة يا محتال. لا اسمحوا لي، هيدا هالصوت لا بعرفه ولا سمعته. لا تغزينا مدام صباح، أنا المقصود بالتحية، حصل خطأ. الخطأ حصل يوم اللي تزوجت، صدقيني. لا هاي الجو رايق كتير بيناتكم. نعتذر لهذا الخطأ الفني أحبائي، وإلى آخر سؤال في لغة الطيور. لا هيدا الصوت قوي، يا شحرور يا شحرورة. صح، صوت الشحرور. وصباح الصوت وابتسامة التفاؤل، صباح شحرورة الوادي، والامتداد الفني لعمها الشاعر الكبير أسعد الفغالي شحرور الوادي. رصيدها في قلوب الناس عمره سنين، ملونة بالكفاح والتعب والحب، حب العمل والابتسامة والفرح لكل الناس. ومن هون كان وبيبقى سر نجومية صباح. الله يزيدها ويطول عمرها. حكواتي مسرح النجوم يدعوكم أعزائي إلى لون آخر من ألوان الموسيقى والرقص التعبير. وصل في الأمر أنه يتهكم على أمي وعلى مسمع من الجمهور؟ شريط زلق بين إيديه بالغلط. أبدا، هو مخطط لهالشي، وقال ليش حتى يسجل صوت الماما؟ شو صوت صباح؟